صورت ماتريكول برك. اه السلام عليكم، هذا السيد مسكين غير في رمضان خلاها نايضة. فيديو في غاية الروعة لمواطن جزائري ترك سيارته مفتوحة وتشتغل لوحدها بجسر قسنطينة بالجزائر العاصمة، فلحظ هذا الشخص مر أمامها رجال فتنبه أحدهم لمروحية السيارة كانت تشتغل فقاموا بحراستها حتى عودته. هكذا هم رجال الجزائر. يذكر أن صاحب السيارة ذهب ليصلي الظهر في المسجد وجلس يقرأ القرآن. أنا ضقت فيناها حوسنا على كاش تليفون باش نعيطولو، ما كاش أنا نستناو فيه يجي بك مسؤولية، نستناو حتى يجي باش نروحو. الله غالب، كل واحد وظروفه. ستاسيون هنا كيما المترو. فتحت سير. انا مع عمي حسين ابو علام نستنى. انا اللي لقيتها، انا اللي ديكوفريتها في الجيلاتور، ما حبش تطفى كاع.